أهلا بكم معي في الحلقة 17 من برنامج سينما وكريم، والتي سأحدثكم فيها عن السينما الهندية البديلة والموازية. ظهرت السينما الموازية في الهند في الخمسينيات من القرن الماضي في مقاطعة البنغال، حيث أنجز مخرجون أمثال ساتيا جيت راي وميريلان سينغ وريتويك جاتاك وتبان سينها وآخرون أول أفلامهم، متأثرين بأفلام الواقعية الإيطالية الجديدة وبأساليبها المضادة لسينما الاستوديوهات. ومثل هذا التيار السينمائي وميزانية منخفضة، تناول هؤلاء المخرجون الواقعة والمشاكل الاجتماعية بشكل نقدي، معتمدين على ممثلين هواة أو غير محترفين، ومصورين أحداث أفلامهم في الشارع أو في فضاءات خارجية، عكس السينما الهندية التجارية التي كانت تصنع بشكل كامل أو شبه كامل في الاستوديوهات وتعتمد على الإبهار. وجاءت هذه الأفلام لتحدث نوعا من القطيعة مع السينما التجارية الهندية التي كانت وما زالت تعتمد على الاستعراض وكثرة الأغاني والمواضيع الرومانسية والميلودراما. وقد استطاع هؤلاء المخرجون نحت أسمائهم في الريبرتوار السينمائي العالمي كسينمائيين مجددين وذوي رؤية مختلفة للعالم والناس وأساليب فنية متميزة تمتح من الثقافة والأدب والفنون المحلية كما من التراث السينمائي والأدبي والفني العالمي. وقد امتد تيار السينما الموازية بعد ذلك لتلتحق به أسماء أخرى من خارج البنغال، فيها من اشتغل من خارج منظومة السينما الهندية التقليدية ومن داخلها في نفس الوقت، مضيفا إليها ومجددا فيها أو محاولا تفجير الأنواع السينمائية البوليودية من الداخل. ومنذ أواخر الستينيات وحتى الثمانينيات أطلق على هذه الحركة الموجة الجديدة في السينما الهندية، والتي تمكن أغلب روادها الجدد من دراسة السينما في أواخر الخمسينيات أو بداية الستينيات، ومنهم من تأثر بالموجة الجديدة الفرنسية، إذ عملت الدولة على فتح معاهد سينمائية وتشجيع سينما بديلة رغم المقاومة العنيفة لقطاع السينما الجماهيرية التي رفضت هؤلاء المخرجين بداية، لكن حاولت استيعاب بعضهم فيما بعد. يمكن اعتبار ساتيا جيت راي متزعم هذه الحركة البديلة في السينما الهندية، ومن أول من فتح الباب للآخرين ليحدوا حذوه. وقد كان للقائه بالمخرج الفرنسي الكبير جون غونوار الذي أتى للبنغال لتصوير فيلمه النهر تأثير كبير عليه، إضافة لمقامه القصير في لندن الذي شاهد خلاله العديد من الأفلام العالمية. لكن مشاهدته لفيلم فيتوريو دي سيكا سارق الدراجة، أحد أول وأهم أفلام الواقعية الجديدة الإيطالية، شكل بالنسبة له العلامة الفارقة التي قرر بعدها مباشرة أن يصبح مخرجا سينمائيا ويخرج أفلاما على منوال هذا الفيلم. وذلك ما كان أول فيلم لساتيا جيت راي هو بانتر بانشالي سنة 1955 للمقتبس عن رواية للكاتب الهندي بيبهو تيبيهو شان بانديو بادهياي، والذي تدور أحداثه في قرية نائية يعاني سكانها من شظف العيش، ونتتبع خلاله معاناة أسرة قروية فقيرة يضطر ربها للسفر للمدينة للعمل ويترك زوجته وابنه وابنته الصغيرين في القرية. وحينما يعود تقرر أسرة الهجرة للمدينة بعد أن أصبحت الحياة في القرية مستحيلة. ونجد بالفيلم لمسات متميزة لمخرج قادم بقوة للمشهد السينمائي ليس في الهند فقط بل في العالم. وقد شارك هذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي ونال جائزة من هناك. قد صورت أغلب مشاهد الفيلم في ديكورات طبيعية وممثلين غير محترفين. أبان راي عن قدرة كبيرة في إدارتهم مقتديا بفيتوريو دي سيكا في فيلم سائق الدراجة. وابتداء من هذا الفيلم الأول الذي شكل البداية لثلاثية أبو، والتي تتكون من فيلمين آخرين هما أباراجيتو سنة 1956 وعودة أبو سنة 1959، أظهر ساتيا جيت راي اهتمامه بالتفاصيل
وانتقاده للواقع البائس الذي تعيش فيه الطبقات المحرومة والفقيرة. وقبل أن ينهي راي ثلاثيته أخرج فيلمين، الأول عبارة عن كوميديا وهو الحجرة الفوسفورية سنة 1958، والثاني غرفة الموسيقى سنة 1959، وهو واحد بين أهم أفلامه خلال هذه الفترة، والذي صور فيه السقوط المهول للأرستقراطية الإقطاعية ولتقاليدها ولحبها للفن في شخص الإقطاع النبيل الذي لم يستوعب تقلبات الدهر وتبدلاته، وظل عالقا في الماضي وتقاليده التي انتهت إلى الأبد. نتابع في الفيلم السقوط التدريجي لإقطاع من طبقة النبلاء الذي ظل يسر رغم وضعه المادي المتردي في استمرار في حياة الرفاهية، خصوصا فيما يتعلق بإحيائه لحفلات موسيقية تكلفه أموالا طائلة وتصل به إلى درجة الإفلاس. وقد استطاع ساتياجي تراي أن ينقل في هذا الفيلم أجواء الأرستقراطية المشرفة على نهايتها الحتمية بشكل فني متميز، فيما تنشأ بالمقابل طبقة أخرى مختلفة في أذواقها ونمط عيشها وأسلوب حياتها. في هذا الفيلم نجد الموسيقى والغناء حاضرين، لكن بشكل مختلف تماما عما يحضران به في السينما التجارية والجماهيرية الهندية. إذ تشكل هنا جلسات الموسيقى التي ينظمها الإقطاع مناسبة لتطور الأحداث ولحظات فيلمية للغوص أكثر في تكوين الشخصية الرئيسية، عكس ما يحدث في السينما التجارية حيث تكون الأغاني مجرد فواصل موسيقية لا تحمل في طياتها أي إضافة درامية. ويشكل هذا الفيلم صحبة ثلاثية أبو الأفلام التي أسست للسينما الموازية والبديلة في الهند، والتي ساهمت في تكريس ساتياجي تراي كواحد من أهم المخرجين عالميا. ظل ساتياجي تراي مخلصا للمبادئ الجمالية التي أسس عليها سينماه إلى حدود الستينيات، ليجرب بعد ذلك في السبعينيات والثمانينات المرور لتجارب عكس تلك التي انطلق منها، فصور بضع أفلام باللغة الهندية وداخل استوديوهات وبنجوم هنود معروفين، لكنه رغم كل شيء لم يتنازل لقوانين السوق ومتطلبات السينما التجارية. ويعتبر فيلمه لاعب الشطرنج الذي لعب بطولته ثلة من نجوم السينما الهندية التقليدية كسنجيف كومار وأمجد خان وشبانة عزمي، إضافة للممثل الإنجليزي ريتشارد أتنبورو، من مع الصوت الخارجي المعلق والمصاحب للأحداث للنجم أميتاب باتشان مثالا لتجربته هاته. ويرصد هذا الفيلم فترة تاريخية من فترات الهند، حيث بدأ الإنجليز في إحكام السيطرة على مناطق من البلاد، وكيف أن الطبقة المرفهة والماسكين بزمام السلطة كانوا غارقين في حياة اللهو والترف غير عابئين بالخطر المحدق بالبلاد. ولم يعد راي لهذه التجربة كونه كان يحرص على السيطرة على الحوار الذي تدور به أفلامه، الأمر الذي لم يكن ممكنا مع مثل هذه الأفلام كونه لا يحسن اللغة الهندية الأردية. إضافة لكون ساتياجي تراي كان يكتب سيناريوهات أفلامه كلها المقتبسة منها من أعمال أدبية وغير المقتبسة، فقد كان أيضا يضع الموسيقى التصوير لأفلامه. فبعد تجربته في أفلامه الأولى مع الموسيقار الكبير رافي شانكار، الذي حسب ما يذكره راي نفسه لم يحاول تلطيف موسيقاه لكي تصبح موسيقى تصويرية للأفلام، انطلق بعد ذلك لوضع الموسيقى لأفلامه بنفسه. إضافة لساتياجي تراي كان هناك ثلاثة فرسان سينمائيين من البنغال لا يقلون عنه إبداعا وتمكنا من العملية الإخراجية واصطفافا في الجهة المقابلة للسينما السائدة، والتي لم يكن يهم مصانعيها سوى الإقبال الجماهيري الكثيف بغض النظر عن أي خطاب فني أو تبني لقضايا فكرية أو اجتماعية أو إنسانية. هؤلاء هم ميرينال سين، ريتويك غاتاك، وتبان سينها. تأثر ميرينال سين بالعديد من التيارات والتوجهات الفكرية والفنية والسينمائية، من بينها الوجودية والسوريالية والواقعية الجديدة الإيطالية والموجة الجديدة الفرنسية.
لكنه ظل مخلصا لأفكاره اليسارية التي جعلته يتناول قضايا الطبقات المسحوقة في أفلامه بشكل فني حاول أن يطوره باستمرار وأن يتجاوز نفسه من خلاله. إذ ورغم كونه صحبة ساتياجيت راي وريتويك جاتاك المؤسسين للسينما البديلة والموازية في الهند، إلى أنه أيضا تزعم في أواخر الستينيات تيار السينما الجديدة أو الموجة الجديدة في السينما الهندية التي ستعرف ظهور مخرجين شباب دارسين للسينما سيأتون بنظرة مختلفة للعمل السينمائي حتى داخل السينما التجارية التقليدية. يمكن اعتبار نقطة الاختلاف بين ميرينال سينغ وساتياجيت راي، رغم أن هناك ما يشكل رابطا بين سينماهما، كون الأول أقل نخبوية من الثاني وأقل منه جماهيرية عند الجمهور الغربي، ربما لارتباطه أكثر بهنديته وعدم انفتاحه بشكل كبير كما عند راي على الثقافة الغربية. ورغم ذلك فقد استطاعت أفلام ميرينال سينغ أن تصل لأكبر وأهم المهرجانات السينمائية العالمية أمثال كان وبرلين والبندقية وغيرها وتنال فيها جوائز مهمة. يعتبر ريتويك جاتاك ثالث فرسان السينما البديلة في الهند، وقد طبعت أغلب أفلامه تيمة الهجرة نظرا لكونه ابن أسرة مهاجرة من البنغال الشرقية بنغلاديش الحالية إلى البنغال الغربية، وقد عاش وهو طفل هذه الحالة وأثرت على مساره السينمائي. ويمكن اعتبار فيلم ريتويك جاتاك ناغاريك الذي أخرجه سنة 1952 أول فيلم ضمن تيار السينما البديلة في الهند، والذي سبق الفيلم الأول لساتياجيت راي بانتر بانشالي، إلا أن هذا الفيلم لم يعرض سوى بعد ذلك بسنوات كثيرة. عكس ساتياجيت راي وميرينال سين لم تصل أفلام ريتويك جاتاك للعالمية وهو على قيد الحياة رغم طليعيتها واستباقها للزمن الذي صنعت فيه. قد درس جاتاك السينما لفترة في بداية الستينيات وتتلمذ على يديه مخرجون مهمون في السينما الهندية أثر فيهم وظهرت بصمته الفنية واضحة في أعمالهم. وتوفي جاتاك سنة 1974 وعمره 40 سنة فقط، تاركا وراءه عدة مؤلفات وأفلام منها التي لم يتمكن من إكمال تصويرها. تميز المخرج تبان سينها رابع فرسان السينما البديلة في البنغال وفي الهند كونه زاوج الاشتغال بين السينما البنغالية والهندية كليهما عكس رفاقه في التيار المجدد والبديل. وقد تراوحت أفلامه بين الواقعية الاجتماعية والدراما العائلية والأفلام الفانتاستيكية وأفلام الأطفال، وربما كان المخرج الأكثر جماهيرية في الهند من كل رفقائه في السينما الموازية. قد اشتغل معه العديد من نجوم السينما الهندية التجارية أمثال ديليب كومار، شابانا عزمي، عرفان خان وآخرون.